في أخبار كورونا، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 521 إصابة بفيروس كورونا المستجد وتسعة وفيات خلال 24 ساعة الماضية. وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فرار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 35214 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. أما فيما يخص الوفيات فقد ارتفع الإجمالي إلى 1302 حالة بعد تسجيل تسعة وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، وبلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا إلى 423، ليرتفع إجمالا إلى 24506، فيما يتواجد 57 مريضا بالعناية المركزة. رحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الأحد 9 أوت 2020، نوفيكم بالحالة الكاملة فيما يخص مؤشرة ترصد لوباء كوفيد 19 للجزائر منذ بداية الوباء إلى حد اليوم حسب الحالات المعلنة عنها وأيضا تحاليل المخابر الجهوية المعتمدة. فيما يخص المؤشرات العامة التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عندنا 521 حالة جديدة، 298 حالة استشفاء جديدة، 423 حالة تماثلت للشفاء، 57 مريض في العناية المركزة والتسع وفيات. مع تسجيل 521 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة إلى 1.2 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 11 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم، و19 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و18 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 9 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم 298 مريض. الحالات التي تماثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة، العدد وصل إلى حد اليوم 24506، منهم 423 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة وغادرت المستشفيات. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 57 مريض في العناية المركزة.